والله الحمد لله استغفر الله. لا بالنسبة لي تعالي حبيبي تعالي حبيبي اجي اشتي فريح هنايا. مرحبا متابعي قناة شوف تيفي مباشرة من إقليم الجديدة جماعة خميس متوح في هذه الحالة الإنسانية كما كتشوفوا الوليد وبنيه في حالة إعاقة واحد اللي كتبلغ 22 سنة والولد كيعدو 20 سنة اللي تيطالبوا من المحسنين انهم يعاونوهم ويساندوهم كما كتشوفوا حالة إنسانية كيدمي ليها القلب بصراحة كيتألم القلب لما كيشوف هاد الحالات هادو وكما كتشوفوا مباشرة على قناة شو تيفي قناة الشعب قناة اللي كتوصل الصوت للمستضعفين مباشرة من إقليم الجديدة جماعة خميس متوح. الآن غادي نشوفوا الأب ديالهم اللي غادي يحكي لنا تفاصيل هادشي هذا. تفضل سيدي. بسم الله. السلام عليكم. الحمد لله عطيت الله الحمد لله وليدات هادشي الحمد لله أمر الله اللهم لك الحمد على كل حال. نعم أخويا الحمد لله هو كان نوجه النداء ديالي للدولة على حساب هاد الوليدات باش تكون شي مساعدة إن شاء الله من ناحية السكن من ناحية المعيشة الله اللي 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 يخلص كل واحد هادشي اللي غادي نقول هو هذا الأستاذ ثم كتشوف. شحال عندهم من عام هاد الوليدات؟ نعم شحال عندهم من عام؟ هاد الوليد راه 22 عام. والبنية 20 عام. شو السبب ديالهم زاد من الصغر حكاية؟ الأمر لله هادشي اللي عطى الله زيادة خلق زيادة خلق زيادة خلق أخويا الحمد لله اللهم لك الحمد. شنو كتطلب أنت؟ أخويا أش غادي نقول لك؟ أصلا نطلبها أنت نطلب من الدولة تكون عند الوليدات عندهم شي حل شي مساعدة. هادشي اللي عطى الله السوق لا السكنة راه ما كايناش ساكن حاليا مع الوالد ومع الخوت وهادشي اللي عطى الله هو هذا ثم الحالة كتبان لكم اللي عطى الله السوق هو هذا الحمد لله عطيت الله مرحبا بها زادوا بحالك. هادشي اللي عطى الله الحمد لله كيفاش كتعيش انت وياهم؟ واش غنقول لك اخويا؟ كيفاش ليكوش هادو عندهم ليكوش راه ما يهضروش ضربهم ما يهضروش وما ياكلوش لا ما كليتهمش امهم ولا ما لما حيدتش اليوم ليكوش الحمد لله. هادشي كلشي راه هادشي قدامكم هادشي اللي كاين. شي محسنين جاب لكم شي كروسات ولا شي حاجة؟ ما دابا مراد حاليا ما كيزقوش الكروسة واخا تكون عندهم كروسة تشوف ما يمكنش اليوم مثلا كروسة ولا كروسة اللي دارو هادشي اللي عطى الله هو هذا تما كتشوف الحال اللي كدير الحمد لله. شحال من عام دابا تقاسم معاهم بحالكم؟ دابا راه 22 عام. تزادوا وكذا؟ تزادوا وكذا. عندك هما ولا؟ لا عندي البنية اللي كنتي تهضر معاها وعندي واحد البنية الحمد لله. اش عندك أربعة الوليدات؟ عندي خمسة. خمسة؟ قالوا قالوا شنو كنت هضر فيهم؟ خمسة الوليدات. كيقراو الآخرين؟ نعم. وكيفاش كتعيش أنت وياهم؟ كيفاش؟ وأخويا أش غنقول لك شكوى الله الحمد لله ما الحالات بين لكم. شي اللي عطى الله الحمد لله كنت خدام في البنية ولكن حاليا ما بقيتش خدام واحد الدراع كيدور. نعم منين بدا الكونفينمون منين جا الوباء؟ لا لا قبل الوباء كنضرني دراعي ما بقيتش خدام في الميدان تقريبا واحد 10 سنين هذه. نعم واحد 10 سنين كنتي خدام؟ تبنيت. كتبناي دابا شنو كطلب من المشاهدين ديالنا؟ واش غنقول لك اختي؟ انتم كلشي بان لكم قدامكم تقدر تهضر معاهم تقدر تقول لهم توصل لهم واش غنقول اختي السكن راه ما كاينش والحاله راه توريكم السكن راه ما كايناش ورجع بالله رجعت شي حاجه من عند المحسنين ولا من عند الله تعالى مرحبا بها الحمد لله ان شاء الله اللي فيها الخير الله يسهل فيها نتمنوا الله خير ان شاء الله لا داخل من المحال اللي فيه ايوا رجع بالله خليهم شوفوا السكن احنا السكن راه كما كتشوفوا راه هي هذه راه الحاله ديالهم راه كتوريكم كيفاش الحمد لله. كلمه اخيره الناس اللي كيشوفوك واخويا اش غنقول لك الناس اللي كيشوفوني
داكشي اللي دار شي حاجه راه خلص الله تعالى. المهم الحاله راه كتوري الناس. انا دفعت الدوسي ديالي، دفعت داكشي ديالي، ولكن الغالب الله ما استفدتش من شي حاجه. رجع في الله. كما كتشوفوا معنا المتابعين الكرام، ما هما البنيات ها هما كتشوفوا. ما كتشوفوا اللي عايشين فيه الحمد لله. الوليد كما كتشوفوا الوليد ها هو كما كتشوفوا دائما المتابعين الكرام قناة شوف تي في كما كتشوفوا هذه الحاله ديال هاد الوليدات هادو ما عندهمش كيتمناو ان جمعيات وجمعيات حقوقيه وجمعيات انهم يدخلوا على الخط رقم التليفون او غنعاود نقيد لكم رقم التليفون ديالهم هنايا 06 67 42 87 56 هذا هو الرقم الهاتف ديالو. ها هو غادي نفيكسيو هنايا باش يبقى هو التليفون الرقم الهاتف ديالو هذا. كما كتشوف معنا متابعي قناة شوف تيفي مباشرة من إقليم الجديدة جماعة خميس المفتوح. كما كتشوفوا هاد الحالة يدملها القلب. هذه رسالة للمحسن. حنا كما كنعرفوا أن المغاربة قلوب الرحمة، المغاربة اللي تيعملوا الخير. كما كتشوفوا هاد الحالة توريكم. والله الحمد لله. الحمد لله. كما تابعتم معنا متابعي قناة شوف تيفي مباشرة كما قلنا من جماعة خميس مفتوح عمالة إقليم الجديدة، هذه الحالة الإنسانية لهذ الأطفال اللي تعيشوا إعاقة ذهنية وجسدية. كما كتشوفوا معنا دائما مباشرة عبر هذه القناة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في بث مباشر آخر. وكنتمناو من المغاربة يتفاعلوا مع هذه الحالة هذه. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير.